تتحذر من منو بالمهرجان محمد بصراحة؟ من يقرأ وياك؟ يعني ما أعتقد. ها؟ ما أعتقد هذا الشيء عندي. ما 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 أجيت المهرجان وتحذرت من شخص مثلاً إنه هو يقرأ. يعني يوم أي شخص اسم أثر عليك؟ يعني مهرجان شاركته وحسيت إنه أخذ منك الجو. أكيف. ها؟ أكيف. ماكو ها؟ لا أكيف. لا لا مو ماكو لا 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 لا, لا مو هيك الموضوع لا لا أرتاح. أشوفك منافسة موجودة. يعني أنتعش من داخلي حقيقة يعني الشايم. اذا اقول اذا الساحه الشعريه مو يعني موجوده الحمد لله. محمد هنا المهرجان يعتمد على الشاعر على القائة لو على قصيدته على النوعيه مكمله للثانيه. الكاريزما مطلوبه، الشخصيه مطلوبه، اللغه مطلوبه، التجسد بالقصيده مطلوب، روح القصيده لازم يكون بوجهك مطلوب. يعني القصيده تمثيل، انت قاعد تمسرح قصيده يعني. طيب كل هالمطلوبات ذني كل منين جمعا يخلقنا الابداع. مو استاذ محمد اكو بعض الاحيان انه نشوف مثلا شعراء بمهرجانات نعم ياخذ جو، ولكن من تجي للقصيده مالته تلاقيها بسيطه جدا. نعم ولكن اي جائز ياخذ صح جو صح. فانت مع التمثيل ام مع لا لا انا مع الصوره والحبكه بالقصيده. تجسيد وليس تمثيل، عذرا حتى نكون اكثر دقه بالموضوع. التجسيد بمراسيم الشاعر مطلوبه، لكن مع القصيده مع الشعر هو مو معناها انه انا اصفط القصيده واطلع اجسدها وبالتالي انه انا اخذت حيز لانه جسدتها ولانه تباكيت او غيره. والله لا مع القصيده. والله محمد اللي يقرا وياك مسكين يا بعد عمر لا في والله بالمهرجان غير مسكين بصراحه اساتذتي والله وكل الشعراء الموجودين الان اللي يقرون على منصه يعني والله انا متشايم بهم جدا لان كلهم ياخذون حقهم بالمهرجان.